صوت مجلس محافظة بغداد على انتخاب عمار حسين القيسي رئيسا له. المجلس في الجلسة ذاتها صوت أيضا على انتخاب عبد المطلب العلوي محافظا جديدا للعاصمة، فيما انتخب أعضاء المجلس محمد جاسم حمود نائبا لرئيس المجلس. انعقدت الجلسة لمجلس محافظة بغداد، تم انتخاب رئيس مجلس المحافظة والنائب لرئيس مجلس المحافظة، أيضا عقدت الجلسة الثانية وتم انتخاب المحافظ بالإجماع. وبهذه المناسبة نعاهد أهلنا ومواطنينا في بغداد أن نقدم لهم الخدمات اللي يستحقوها وأن نكون عند حسن ظنهم بإذن الله تعالى. الممارسة الديمقراطية الجميلة وأمام وسائل الإعلام، وانتهت بانتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد ونائب رئيس مجلس محافظة بغداد. احنا سعداء اليوم بهذه الممارسة الجميلة وامامنا تحديات كبيرة. اعزائي الاعزاء اخواتي، بغداد تنتظر من عندنا الكثير. شكرا جزيلا لاعضاء مجلس محافظة بغداد على هذه الثمرة. في إدارة مجلس محافظة بغداد تم انعقاد جلسة في مدتها القانونية الدستورية اللي هي لعله لا تتجاوز 15 يوم. هذا اليوم الأخير الذي هو عقد، والحمد لله تم اختيار المحافظ محافظا لبغداد، وتم اختيار رئيس المجلس، وتم اختيار إلى هذه اللحظة نائب رئيس المجلس.